دون تضييع وقت إطلاقا مشاهدينا الكرام، لأن الحلقة توشك على الانتهاء، دعونا نسأل سعادة الدكتور إكرام بدر الدين. دكتور إكرام، ما هي تصوراتك فيما يتعلق بحكومة السيسي رقم واحد؟ يعني هو طبعا الإجراء اللي بيتبع إن بتولي الرئيس الجديد الحكومة تستقيل، تقدم استقالتها، وهنا بقى في احتمالات متعددة. وأنا عاوز أقول إن تشكيل الحكومة في هذه المرة بيختلف عن تشكيل الحكومة عندما يتواجد المجلس التشريعي. نعم. وإن وفقا للدستور لابد من موافقة المجلس التشريعي. إنما الآن إحنا ما عندناش مجلس تشريعي. تكون حكومة تعبر عن الكتل السياسية في البرلمان. يعني الرئيس بيتولى المهام التشريعية والتنفيذية مع بعض الآن. وبالتالي يعني في أقصد حين انتخاب البرلمان الوضع مختلف. الوضع مختلف تماما. سياسة يعني بقى. يعني الأمر الآن متروك للرئيس بإرادته المنفردة. نعم. وبالتالي كل الاحتمالات واردة. يعني أحد الاحتمالات على سبيل المثال أن يعاد تكليف رئيس الوزراء الحالي المستقيل يعني بتشكيل الحكومة. مهندس محلي. المهندس محلي وبتشكيل الحكومة، وبالتالي في هذه الحالة يمكن أن تأتي الحكومة كما هي. احتمال وارد. في احتمال آخر أن يتم تكليف رئيس الوزراء المستقيل مهندس محلب بتشكيل الحكومة وتحدث تغيرات كبيرة في الوزراء. احتمال ثالث أن يقوم هو بتشكيل الوزارة أيضا وتحدث تغيرات طفيفة. إذا كل دي احتمالات واردة، لأن الأمر هنا متروك للرئيس بياخد القرار فيه. ما الذي توصي به يا دكتور فيما يتعلق بهوية الحكومة؟ تكون حكومة وكلاء وزارات، حكومة تكنوقراط، حكومة موظفين تنفذ خطوات عملية بعينها في هذه الفترة الفاصلة، وهي فترة قصيرة في عمر الحكومات. بالضبط. يعني الحكومة اللي هتأتي الآن، اللي هتتشكل الآن، هتستمر لأشهر قليلة، يمكن شهرين ثلاثة ولا حاجة، لحين استكمال الانتخابات التشريعية أو إجراء الانتخابات التشريعية. مش مضطرة لوضع استراتيجيات يعني. لا، هي فكرة الاستراتيجيات في رأيي مهمة. بمعنى الاستراتيجية يعني أن تكون هناك سياسات طويلة الأمد. وبالتالي كل ما تيجي حكومة، وده بالمناسبة يعني لكل المؤسسات وليس الحكومة فقط. فكل ما تيجي حكومة ما تبدأش من الصفر مرة أخرى، أو كل ما يتغير رئيس الوزارة ما يبتديش رئيس الوزراء أيوة من الصفر. بس يا دكتور، حكومة عمرها هيكون 3-4 شهور. أيوة. سياسات ايه اللي تحطها؟ لا، مش هي الحكومه اللي هتحطها. انا بتكلم عن ان مؤسسات الدوله كلها يكون عندنا استراتيجيه طويله الامد في كل وزاره من الوزارات. احنا عاوزين ايه في سياستنا الخارجيه؟ احنا عاوزين ايه في وزاره الداخليه؟ احنا عاوزين ايه في وزاره كذا؟ والوزير ينفذ. والوزير بينفذ في الفتره اللي هو متواجد فيها، بحيث لو يتغير الوزير ما نحسش ان في تغير جوهري حصل في السياسه. وقفنا فين؟ نكمل بقى. مش كل شويه هنقعد نرجع تاني لنقطه الصفر ونبتدي. والحقيقه احقاقا للحق، الرئيس السيسي أشار إلى هذه النقطة تحديدا يا دكتور. أيوة. يبقى ده اللي احنا محتاجينه. ولو تشوف حضرتك حتى يعني دول متقدمة، الولايات المتحدة لما يتغير رئيس أمريكي ويأتي رئيس آخر، ما بتحسش إن في تغير في السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط. الأهداف هي الركائز هي، فإحنا محتاجين لكده. دي اللي بيسموها استراتيجية. أمن إسرائيل، قناة السويس، البترول، ما بتتغيرش. ما الذي توصي به؟ يعني إن طلب منك أن توجه نصحا، وهذا ليس بمستبعد، يعني أن توجه نصحا لمؤسسة الرئاسة في أيامها الأولى، تقول لهم يعملوا إيه؟ يعني بالنسبة للوزارة ولا عموما؟ عموما. أن يكون هناك، يعني احنا عاوزين ندفع عملية التنمية في الفترة القادمة. فيعني يمكن أنا بقترح هنا أن يكون هناك مؤتمر يعقد في مصر لممثلي المصريين في الخارج، ويتم البحث بقى كيفية مساعدة مصر في هذه الأزمة اللي بتمر بها، وأيضا يكون في مصالح لهم، يعني يكون في أراضي معينة لهم، أوعية استثمارية أو ادخارية خاصة بهم، كيفية مساهمتهم في إنشاء مستلزمات للتنمية. كل هذا الكلام يصبح وارد. التحويلات الأجنبية في فترة مصر محتاجة فيها إلى عملات صعبة منهم، كل هذا الكلام يتم بحثه. ايضا ربما انا بقترح حتى ان يكون في وزاره خاصه للمصريين في الخارج، وتسمى وزاره الدوله مثلا للمصريين في الخارج. ما نسمهاش وزاره الهجره. نعم. الهجره قد تصير معنى ان واحد بعد بقى عن الوطن وكده، انما لا، ده احنا عاوزين نربطهم بالوطن. فوزاره خاصه بالمصريين في الخارج، وتقوم بعمليه التنسيق مع وزاره الدوله كلها والتواصل مع المصريين.
ربما يكون ايضا لكن مش هيعمل تقاطع يعني تماس كده بين اختصاصات هذه الوزاره مع الخارجيه؟ لا يعني دي هتبقى خارجيه في الملفات والشؤون السياسيه واشياء كثيره قوي، انما ده بالعكس ده ممكن يخفف العبء على الخارجيه. نعم. ان هيبقى في وزاره متخصصه بتبحث مشاكل وقضايا والتواصل مع المصريين في الخارج، وده امر انا في رايي قد يكون ايجابي يعني. ربما قد يكون ايضا من المقترحات ان يعقد مؤتمر او لقاء او ايا كانت التسميه للمستثمرين المصريين ورجال الاعمال المصريين الشرفاء وهم كثيرين. يبقى كيف يتم تدعيم الوطن في هذه المرحله؟ وكيف يتم توجيه استثماراتهم الى ما يتوافق مع خطط التنميه؟ صحيح. نتكلم عن تنميه دلوقتي، والتنميه اللي تفيد الوطن مش التنميه اللي هي الحاجات اللي يعني ده شغل الرئيس ولا شغل الحكومه؟ ما هو الرئيس قمه السلطه التنفيذيه. فهو يعني الرئيس والحكومه معا ممكن يحققوا انجاز وخصوصا ان عمليه التنميه زي ما اتفقنا قبل كده بتمثل ايضا تحدي في الزمن، فاحنا محتاجين الاسراع بمثل هذه. ويضاف لكده طبعا الدعوه اللي دعا اليها العاهل السعودي الدول الداعمه والصديقه لمصر، اصدقاء مصر واشقاء مصر اللي ممكن يدعموا مصر. اذا مصر لو تسير على هذه الخطوط كلها فده في رايي يمكن ان يدفع. احنا محتاجين دافعه قويه للتنميه في البدايه، ودي حتى يعني موجوده في الاقتصاد وكده، ان احنا نعمل الدفعه الاولى. والدفعه الاولى دي بتعطي الامل وبتعطي الثقه وبيعقبها خطوات طيب. كثيره. احب اخد راي سعادتك بقى في الانطباع الذي يمكن ان يكون قد تولد لدى المستثمرين وكبار رجال الاعمال المصريين والمليونيرات والمليارديرات المصريين، وهم كتير يعني وموجودين زي ما سعادتك عارف. هل يتصورون انه الرئيس السيسي قد لا يكون متعاطفا معهم؟ الرجل ابدى تعاطفه العميق مع اصحاب الدخول المحدوده، واتكلم عن الغلابه الحقيقه يعني بوضوح كده، يفتكروا كده ان هو يعني بارد تجاههم؟ لا، وشوف حضرتك احنا لما نتكلم عن المواطن البسيط وحقوق للمواطن البسيط بتحميها الدوله، احنا في رايي ان ده بيحمي المستثمرين الكبار ورجال الاعمال الكبار اللي عندهم مليارات، ده بيحميهم من تطورات سياسيه او اجتماعيه او شيء من هذا القبيل. وبالتالي احنا مطلوب يعني الدوله مطلوب منها انها تعمل التوازن بين الاثنين، تعمل التوازن بين تحقيق مصالح المواطن البسيط والا تكون التنميه على حساب هذا المواطن البسيط اللي بيمثل اغلبيه الشعب المصري. يعني السؤال التنميه لمن وبمن؟ فدي نقطه مهمه. طب إذا طرح عليك السؤال ده مباشره يا دكتور، وبالتاكيد سيطرح مجتمعيا الفتره اللي جايه دي، نزود الضرائب لغايه ما توصل 40% على المليونيرات، نزودها. في الحاله دي انت هتزود الدخل لكن ستقلص فرص الاستثمار وفرص العمل لانهم هيطفشوا. لا يعني هو المطلوب طبعا اكتذاب رؤوس الاموال، واكتذابهم معناه توجيههم يعني البدائل الاكثر مناسبه للوطن. احنا عاوزين، ما يهمناش قوي ان احنا يبقى عندنا استثمار مثلا في حاجات غذائيه او كده، انما احنا محتاجين استثمار في سلع انتاجيه، محتاجين استثمار في ما يمكن تصديره والحصول على عمله صعب، محتاجين الى استثمار في قطاع السياحه المتقدمه، محتاجين بالظبط كل الحاجات دي احنا محتاجين ان نوجه اليها الاستثمارات. وبطبيعه الحال المستثمر لازم يحصل على عائد، ولكن يبقى السؤال ما هو حجم هذا العائد؟ قصدي ما هو ده سؤال. شوف سعادتك، ده سيطرح على اداره السيسي يمكن من اليوم، يمكن طرح عليه بالفعل. زود الضرائب عشان انت من الناس الغلابه. زود الضرائب، طب ما المستثمر هيطفش. لا، احنا لو بنتكلم عن العداله الاجتماعيه وعن محاربه الفقر، فهم ده يعني انا اتوقع حتى انهم بمبادرات من انفسهم رجال الاعمال المصريين الشرفاء اللي بيسعوا لتحقيق مصلحه الوطن ممكن يتبرع، ممكن أنا يقيم مدرسه، أنا متفق ممكن مع يقيم مستشفى. هم شرفاء قطعا قطعا بالظبط، لكن مساله ان هو يتبرع لوحده دي يعني فيها نظر. لا، هو هنا يتبرع لوحده بمبادره منه تدل على وطنيته وبيخصم من وعائه الضريبي. يا رب، ايوه، ما دي الفكره. يعني احنا بنربط الاثنين ببعض، بنربط مصلحه المواطن البسيط مع امكانيه ان يكون له دور في دفع عمليه التنميه. انت متفائل؟ انا يعني متفائل في الفتره القادمه،
بتعاون الرئيس والمؤسسات والشعب المصري اللي أصبح جزء أساسي في غير أساسي في العملية السياسية، أن تضافر الجهود هذه يمكن أن تجعلنا جميعا متفائلين يا رب. ولكن لنبدأ العمل من الغد صباحا. شمروا عن السواعد. هو ده التعبير الفصيح، شمروا عن السواعد. كان يوم مدهش في العاصمة، وكانت بالنسبة لي تجربة كمان مدهشة لأنني أحل محل زميلة النجمة الإعلامية لميس الحديدي اللي كانت معزومة مع وجوه مصر اللامعة، كانت معزومة في قصر القبة حيث الاحتفال بتسلم الرئيس الجديد عبد الفتاح السيسي مهام منصبه كرئيس لجمهورية مصر العربية. دعوني أشكر ضيفي الكريم الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ومقرر لجنة العلوم السياسية بالمجلس الأعلى للثقافة. منورنا يا دكتور والله. شكرا لحضرتك يا فندم، وشكرا للسادة المشاهدين. شاكر جدا لحضرتك. شكرا. ودكتور متفائل، والسفير حسين من شوية كان متفائل، كان بيقول لنا يعني، ووزير خارجية المغرب متفائل، وأخوكم الصغير محمد عبد الرحمن كمان متفائل. اتفائلوا انتوا كمان بقى، تصبحوا على خير.